السلام عليكم. سلام، كيف حالكم شيخ صالح؟ نعم، الله يحفظك يا شيخ يبارك فيك. شيخ ما أطيل عليك، الله يحفظك، مقال خرج الله يحفظك في الجرائد يقول، نعم، الله يحفظك، لو أراد الله تحريم الموسيقى لذكر ذلك في القرآن صراحة، مثل آيات الربا، لا تأكلوا الربا، والزنا، ولا تقربوا الزنا. هذا كلام جاهل، اتركوه. اي نعم، الموسيقى محرمة بالكتاب والسنة. نعم، والإجماع أيضا كما قال شيخ الإسلام. نعم، المعازف يقول شيخ الإسلام كلها محرمة بالإجماع. نعم، بارك الله في عمرك وعلمك يا شيخ ونفع بك، جزاك الله خير. حياك الله. الله يحفظك.